قال تعالوا بنا نمتع آذاننا مع كلمة يلقيها على مسامع حضراتكم رجل من رجال الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السيد نصار، الذي أتى إلى هنا ليبارك في زواج الشيخ عبد الله سعيد عبد الهادي، فليتفضل فضيلته مشكوراً ليمتع آذاننا بكلمة مباركة نستفد منها جميعاً في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، نضر الله هذه الوجوه التي لا طالما وقد اشتقنا لرؤيتها، وزكى الله هذه النفوس التي ننصهر معها الآن في بوتقة الحب في الله وعلى مائدة القرآن الكريم في هذه الليلة الطيبة العطرة. الله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بعدنا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الأحبة، ما أجمل أن نجتمع في هذه الليلة ونحن نحتفل بزواج ابننا عبد الله ابن أستاذنا الأستاذ سعيد عبد الهادي. بهذا الزواج المبارك نجتمع على مائدة القرآن الكريم، ونجتمع على مائدة العلم والعلماء، فبارك الله في من أقام هذه السنة المباركة، وحي الله من أحياها في هذه الليلة العطرة. والله نسأل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير إن شاء الله. الأحبة الكرام، من أراد أن ينظر إلى الإنسان الكامل في أخلاقه وصفاته، من أراد أن ينظر إلى الإنسان الكامل في ولادته وطفولته وشبابه وصباه ورجولته، من أراد أن ينظر إلى الإنسان الكامل في حياته وأسرته ومجتمعه، فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي جاء إلينا فتحول الظلام إلى نور، والفوضى إلى نظام، والضياع صار منعة، والمهانة أصبحت عظمة. هذا الرسول الذي أقام أمة ودعا إلى إقامة الأسرة، وبين لنا أننا قد خلقنا من نفس واحدة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن نقيم الأسر على منهج من المودة والرحمة، فقال سبحانه:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة تطلق ويراد بها الحب. في يوم من الأيام جاء المغيرة بن شعبة، هذا الصحابي الجليل، جاء إلى سيدنا رسول الله فقال: يا رسول الله، خطبت في هذه الليلة، أي أصبت امرأة فخطبتها لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: حاشا وكلا يا رسول الله. وكأنه استعظم أن يسمع ذلك من رسول الله، إذ كان من العادات آنذاك أن لا ينظر الرجل إلى مخطوبته أو إلى زوجته إلا بعد أن يعقد عليها. فقال: هل نظرت إليها؟ قال: حاشا وكلا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم بينكما المحبة والعشرة الطيبة على أساس من الحب. قال: فذهبت إلى حيث بيتها وطرقت الباب ووقفت أمام أبيها وأمها وحدثتهما بما قال رسول الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، إلى ابنتكما. قال: فجعل كل واحد ينظر إلى الآخر كأنه مستعجب واستغرب هذا الأمر أيضا. أنى لك أن تنظر إليها قبل أن تعقد عليها؟ قال: وهو على هذا الحال، قال: فاستحييت في نفسي، وبينما أنا على حالي وأنا في خجل، وإذ بالمرأة التي أردتها لنفسي لتكون زوجتي وقد خرجت من خدرها، والخدر هو المكان الذي تختبئ فيه البكر، خرجت إلي وقالت: يا ابن شعبة، ها أنا ذاك أمامك، إن كان رسول الله قد أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أناشدك الله ألا تفعل. قال ابن شعبة: فنظرت إليها فرأيت منها ما دعاني إلى زواجها فتزوجتها، وكانت من أحب النساء إلى قلبي. وهذا هو قول النبي: ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومن نظر في حياة النبي وجد لغة الحب تسود بينهما، فكان يخاطب السيدة عائشة بقوله: يا عائش، يا عائش، أنت أحب النساء إلى قلبي، يا عائشة، إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غاضبة. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالت، قال لها: إذا كنت عني راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت عني غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، أو الأولى فالثانية، قلت بلى ورب إبراهيم، لا ورب محمد، أي لا تذكرين اسمي. فترد السيدة عائشة على هذا الحب بحب، وتقول له: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أنا برضو أقصى حاجة ممكن أعملها أهجر اسمك أنت بس، لكن لا أستطيع لك هجرا يا رسول الله. فلغة الحب ولغة المودة هي التي سادت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن المولى سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إلى أمر في غاية الأهمية لما قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. أضاف الله الرحمة إلى المودة لماذا؟ لعله إذا ذهبت المودة في يوم من الأيام فلا بد وأن تبقى الرحمة تظلل سباء الأسرة وتحافظ عليها من الضياع والانهيار. فلينظر كل إلى صاحبه ما كان منه من خير وبركة، وإلا لما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني إيه لا يفرك؟ يعني لا يبغض ولا يكره. كل مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ما تيجوا نتفق، الكمال لمن؟ الكمال لمن؟ لله. والعصمة لمن؟ لسيدنا رسول الله. فلا كمال لأحد إلا الله، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله. فإن كان ذلك كذلك فنحن نقع أحياناً في السهو والنسيان، وأحياناً كثيراً نقع في الخطأ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر. ولذلك أضاف الله الرحمة إلى المودة، لعله إذا ذهبت المودة في يوم من الأيام فلا بد وأن تبقى الرحمة تظلل سماء الأسرة وتحافظ عليها من الضياع ومن الانهيار، كما أمرنا بذلك القرآن وأكد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج عندنا في الإسلام أمر توقيفي توفيقي. توقيفي توفيقي يعني إيه؟ توقيفي بمعنى أنه عبادة محضة. قد يكون الزواج عند الآخرين مجرد تجربة، أنا حخوض تجربة إما أن تنجح وإما أن تفشل، فإن نجحت عقدنا العقد وأتممنا الزواج، وإن فشلت عاد كل من الطريق الذي قد أتى منه وانتهى الموضوع. الزواج عندنا في الإسلام ليس على هذا النحو. الزواج عندنا أمر توقيف يعني عبادة محضة. توفيقي أيضا يعني منذ أن تفكر في الزواج وأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقك الإخلاص والقبول والتوفيق. فشرع الله الاستخارة وشرع الله التوكل لتتوكل عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لنا الإنسان الكامل في حياته، كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان يتعامل ليقيم الأسرة، وكيف نزل القرآن مرة بعد مرة ليعلمنا كيف نقيم الأسرة على أساس من المودة والرحمة. وأمرنا القرآن أن نربي أولادنا على مائدة القرآن وعلى حب آل بيت رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث: على حب نبيكم وآل بيت نبيكم وقراءة القرآن، لأن القرآن هو الأدب. من أراد أن يتأدب بآداب القرآن فعليه أن يؤدب أولاده على آداب سورة النور أو آداب سورة الحجرات أو هذه السور التي جاءت
بجملة من الآداب التي أمرنا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. وبين لنا القرآن أن أنواع وأساليب التربية كثيرة. أربي ابن زاي، إما أن تربيه بالقدوة والأسوة، إنك تكون قدوة وأسوة لابنك، وقدوتنا وأسوتنا أولا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت تربي ولدك أولا على القدوة والأسوة، فلا تكذب أمامه، ولا تسب أمامه، ولا تسرق، ولا تفعل معصية أو ذنبا أمام ولدك، لأنه لا محالة سيفعل ذلك، وإلا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي نادت على صبيها وقالت له: تعال سأعطيك شيئا. فنظر إليها النبي وقال لها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون قدوة وأسوة لأولادنا. ومن أنواع التربية أصلا وأيضا التربية بالمحاكاة. عندما يراك الولد الصغير وأنت تقوم للصلاة فتتوضأ ثم تصلي وتركع ثم تقوم ثم تسجد، فإنه يقلدك في كل شيء. وإن سألته ما هذا وماذا تفعل لا تجد منه جواب، فقط هو يحاكيك، هو يقلدك. وربما وجدته حتى في صلاته يرفع إصبعه عند التشهد: يا ابني انت بتعمل ايه؟ ما هوش عارف، انما هو شافك عند التشهد بترفع ايديك فرفع ايده. فهذا نوع من انواع التربية داخل الأسرة، التربية بالمحاكاة. فإن رآك تفعل خيرا فعل خيرا، وإن أراك على غير ذلك فعل غير ذلك. ومن انواع التربية اصلا التربية بالموعظة الحسنة. إن شئت فقرأ في القرآن الكريم الوصايا اللقمانية. سيدنا لقمان وهو يقرب ولده منه ويقول له: يا بني، الله على هذا الخطاب: يا بني لا تشرك بالله. شوف الجمال، يا بني خذه تحت باطك كده وتقول له: يا ابني، يا ولد، يا حبيبي، افعل كذا ولا تفعل كذا. كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا عبد الله بن عباس وكان صغيرا في سن الصبا، وهو يقول له: يا غلام ألا أعلمك؟ قال: قل يا رسول الله. قال: يا غلام، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى التربية بالموعظة. خذ تحت باطك وعلمه وأدبه وعرفه بالراحة، واصبر عليه لحد ما يكبر قدام عينيك. ربيه على مائدة القرآن الكريم وأخلاق القرآن الكريم، كما قال النبي الكريم: أدبوا أولادكم على ثلاث: على حب نبيكم،
وآل بيت نبيكم وقراءة القرآن، فإن قصرت في ذلك فأنت مقصر، وإن خرج بعيدا عنك فلا تلومن إلا نفسك. الإمام السمرقندي رحمه الله، وكان من كبار العلماء، أبو الليل، جاءه رجل فقال: يا إمام، ضربني ولدي، ابن مد إيد علي وضربني. فغضب الإمام وقال: سبحان الله، أأصبحنا في زمان يضرب فيه الولد أباه؟ ثم نظر إلى الأب وقال له: حدثني بالله عليك، هل حفظته شيء من القرآن الكريم؟ حفظت حاجة من القرآن؟ قال: لا. قال: فهلا علمته من سنة رسول الله؟ قال: لا. قال: فهل علمته الأدب والعلم؟ قال: لا. قال: في أي مهنة يعمل ولده؟ قال: يعمل في الزراعة، فلاح زي حالتنا. وما أدراك بالفلاح الذي لا يتعلم الأدب ولا الخلق؟ نظر إليه الشيخ وقال له: فلعله لما خرج إلى زرعته وهو يركب حماره والبهائم من حوله والكلاب من أمامه والأغنام من خلفه، تغنى فتعرضت له فظن أنك بقرة، فاحمد الله حيث لم يكسر لك رأسك. لم تعلمه الأدب، ولم تعلمه العلم، ولم تربيه على مائدة القرآن، فماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ لا تنتظر منه خيرا. وإلا لما قال النبي: أدبوا أولادكم على قراءة القرآن الكريم. والقرآن كله مواعظ، وإن أردت أن تربي ولدك فربيه من خلال القصة، وده منهج كان موجود في القرآن الكريم، وربنا قال كده: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القرآن كله قصص، عرفوا كيف يتعلم العفة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف يتعلم الأمانة، وكيف يتعلم الإخلاص، وكيف يتعلم عدم الكذب، وكيف يتعلم الأخلاق من قصص الأنبياء عليهم السلام. وربنا سبحانه وتعالى قال كده: لقد كان في قصصهم عبرة. فكرت في يوم من الأيام تجمع ولادك في حلقة من الحلقات وتحدثهم عن سيدنا يوسف لما تمسك بأخلاقه وقيمه، أن تحدثهم عن سيدنا إبراهيم أو عن ولده إسماعيل لما أطاع أباه دون ما أن يصدر منه نكران أو ما شابه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يا أبت حول وجهك عن مضجعي واغضض طرفك عن مصرعي واصبر على البلاء المبين، وكل اللاج من الشاكرين، فإذا رجعت إلى أمي فأقرئها مني السلام، ومرها بالصبر وحسن الاستسلام. الابن يقول ذلك لأبيه، والأب هو الذي سيذبحه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل شيئا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله،
تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. هل علمت ولدك أن بعد الضيق يأتي الفرج كما جاء على هذا الأب المكلوم؟ هل حكيت له قصة؟ هل علمته القصة؟ والقرآن كله قصص والقصص عبرة كما قال القرآن الكريم. ومن أراد أن يربي ولده داخل الأسرة أيضا فليربيه بضرب المثال، اضرب له مثل، ده ربنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ربنا ضرب لنا الأمثال عشان يا أخي اضرب له مثل لحد جاره لزميله، ما شفتش فلان، شفتش ياد زميلك عامل ايه، نجح وطلع الأول، أنا عايزك تبقى زيه. ما شفتش عمك الحاج فلان ما شاء الله في علمه ومنصبه واوا، عايزك تبقى زيه، اضرب له المثال وقارن بينه وبين الناس، وكلها أمثلة. علمه كيف يكون الحب وكيف تكون الرحمة وكيف يلين يده بيد إخوته، ليتعلم أيضا من قصة سيدنا يوسف ويتعلم كيف يكون الصف وكيف يكون العفو، وخاصة ونحن نقبل على شهر رمضان. وقد قال العلماء شهر رمضان بين الشهور الاثنى عشر كيوسف بين أولاد يعقوب الاثنى عشر، فهم قد فعلوا به الأفاعيل، اجتمعوا على قتله ثم بعد ذلك ألقوه في غيابة الجب، ثم بعد ذلك تسببوا في أن يزج به في السجون سنين عددا ويتعرض للفتنة فتنة بعد فتنة، ثم شاء الله له أن يكون عزيز مصر، أن يخرج من هذه الظلمات إلى النور وأن يمتلك زمام الأمور، وبعد كل هذا يدخل عليه إخوته فيتذكر لهم وينظر إليهم وبيده مقاليد الأمور، ولو أراد أن يقتلهم بددا أو أن يحصيهم عددا لكان، ولكنه ينظر إليهم ويتعفف عن هذه الصغائر ويقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلئن كان يوسف قد قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فإن رمضان بين الشهور الاثنى عشر يقول كما حكى القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك قال القرآن، ولذلك قال العلماء شهر رمضان بين الشهور الاثنى عشر كيوسف بين أولاد يعقوب الاثنى عشر. هل علمت ولدك كيف يكون بارا بأبيه وأمه، يده بيد إخوته يحنو عليهم لا يبغضهم ولا يحقرهم ولا ينظر إلا إلى ما يرضيهم؟ كل ذلك قد تعلمناه من القرآن بضرب الأمثال. فإن كان ذلك كذلك فمن الممكن أيضا أن تربي ولدك بأسلوب الترغيب والترهيب. يعني إيه دي؟ إن نجحت هجيب لك، إن سقطت هحرمك، هو ده أسلوب الترهيب والترغيب. إن عملت كذا هفكها عليك وأخرجك، أخرجك رحلة، هوديك مش عارف إيه، طب إن ما عملتش هعمل فيك وأسوي. هذا يسمى عندنا أسلوب الترغيب والترهيب،
لتربي ولدك على مائدة القرآن الكريم التي تعلمنا منها هذه الأساليب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث، على حب نبيكم وآل بيت نبيكم وقراءة القرآن. هل فكرت يوما في أن تشتري لولدك هدية ثم تعطيها له وتقول له: خذ هذه وأعطها لأمك، فيدخل على أمه بهدية ويحنن قلبها ويحنو قلبها عليه، قلبها عليه، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. عندنا الإمام الأبشيهي رحمه الله، وبها أختم، له كتاب اسمه المستطرف في كل فن مستظرف، بيقول: خطب رجل في يوم من الأيام امرأة وكان لا يدخل عليها إلا وفي يده هدية، وفي يوم من الأيام دخل عليها وليس في يده شيء، فجعلت تطيل فيه النظر، ثم قالت له: يا رجل، سبحان الله، منذ متى وأنت أعور العينين؟ وكأنها لم تنظر إلى عور عينه إلا يوم أن حجب عنها الهدية. وهذا يفصل ويفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هكذا تكون الأسرة التي أمر الإسلام بإقامتها على أساس من المودة والرحمة والأخلاق والقدوة. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم، كما نبارك في النهاية للعريس والعروس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي ألقاها على مسامع حضراتكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السيد نصار من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإسلام، نهمس في أذن العريس قائلين: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله الزوجة الصالحة فقد أعانه على نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. كذلك نهمس في أذن العريس قائلين ومذكرين أن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الزوج بزوجته ليلة العرس ركعتان، سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكن فيهما الإمام يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. كذلك نذكره قائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا قبل أن يأتي الرجل زوجته أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب ما رزقتنا الشيطان. كذلك نذكره قائلين: قال لك المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. كذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. لذلك إخوة الإسلام، جميعنا حضرنا إلى هذا العرس لنبارك ونهنئ فضيلة الشيخ سعيد عبد الهادي محمود غراب بليلة عرس ولده الشيخ عبد الله، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن تكون زينة مباركة. وباسم أولاده وباسم أعمامه الحاج بليغ محمود والحاج منير محمود والحاج يحيى محمود، أتقدم بخالص الشكر والتقدير